السلام عليكم يا جماعة. احنا دلوقتي في الفيديو الرابع من الهيتروسايكليك كومباوندز. الفيديو الاول والثاني اتكلمنا فيه على النومنكليتشر، وبعدين في الفيديو الثالث اللي هو الفيديو اللي فات كنا بدأنا نتكلم على كلاسز. مسكنا اول كلاس في السيكس ممبرد اللي هو البايريدين، وشوفنا الستركتشر بتاعه، شوفنا ازاي نعمل له سينثيسيس، وكانت مباشرة وسهلة. باخد active methylene compound وبحط عليه acetaldehyde وأمونيا، 1 مول من الأمونيا، 1 مول من acetaldehyde، و2 مول من active methylene compound. وكنت برص الستركتشر عشان أقدر أعرف إيه substituents اللي هتطلع لي على البايريدين. بعد كده شفنا الرياكشنز بتاعته. بدأنا بالبازيزيتي وقلنا إن هما they are more basic than the aromatic بس less basic than the aliphatic amines. وبعدين اتكلمنا على الرياكشنز اللي هي كانت electrophilic ونيوكليفيليك. احنا قلنا اعتبر النيتروجين دي كأنها نيترو جروب لأنها ما بتعملش ريزونانس وتدخل الكترونز جوه الرينج، دايما الإفكت بتاعها باي اندكشن لبره الرينج، بتاخد الكترونز بعيد عن الرينج. بالتالي كانت بتحط لي positive charge على 2 وال 4 وال 6 positions، وبالتالي النيوكليفايل يدخل في البوزيشنز اللي شالت positive اللي هي 2 وال 4 وال 6، في حين الالكتروفايل يدور على البوزيشنز اللي ما شالتش positive، بالتالي عليها الكترونز اكتر شويه ويدخل عليها اللي هم ال 3 وال 5. واخدنا شويه derivatives من البيريدين زي البيريدين كاربوكسيليك اسيدز اللي هم النيكوتينيك اسيد والايزونيكوتينيك اسيد والبيكولينيك اسيد، واخدنا البيكولين اللي هو ميثيل بيريدين، واخدنا الكلوروبيريدين، واخدنا الانوكسايد، وكان اهمهم وقفنا عند الانوكسايد شويه وقلنا اهميه الانوكسايد ان الاكسجين بتقدر تعمل بلس ريزونانس وماينس ريزونانس مع الرينج لانها شايله نيجاتيف تشارج. فالنتيجه النهائيه ان البوزيشنز 2 و 4 و 6 يقدروا يشيلوا بوزيتيف ويقدروا يشيلوا نيجاتيف حسب الاتاكينج ايجنت. وبالتالي قلبت الايه في حاله الالكتروفايز. انا كانت مشكلتي مع البيريدين الالكتروفايز مش هتدخل غير في 3 وال 5، انما لما بحوله للانوكسايد بقدر ادخل الالكتروفايلز في 2 وال 4 وال 6، وبالطريقه دي انا مالكه كل البوزيشنز بتاعت البيريدين ادخل فيها اللي يعجبني مكان ما يعجبني. وبعدين قلنا على الانوكسايد ده انه تحضيره سهل والخروج منه سهل ومفيش اسهل منه. ادخل له بالبير اوكسايدز او البير اسيدز اللي هو البير بنزويك اسيد، واخرج منه بالفوسفورس تراي كلورايد. وقلنا ان النهارده بقى في الفيديو الجديد هنتكلم على الفيوزد كومباوندز اللي فيهم البيريدين اللي هم زي الكينولين والايزوكينولين. خلينا نشوف اول حاجه اللي هو الكينولين. الكينولين بتاعي عباره عن البيريدين اللي انت عارفه وخلاص اخدته معايا اهو، بيريدين عادي خالص اهو، ما عنديش فيه اي مشكله. واجي على السايد ده اعمل فيوجن. لو حبيت اسميه بقى ده عباره عن البيريدين وده بنزو، فيبقى ده بنزو بيريدين او بنزو ازين. والسايد بتاعي كام؟ اتفقنا اول سايد A وتاني سايد B، يبقى ده البنزو بي ازين او البنزو بي بيريدين. ده كده النومنكليتشر بتاعت الكينولين. لما بحب ارقمه برقمه ازاي؟ المفروض النمبرنج بيبدا زي ما اتفقنا عند اول اتوم بعد الجنكشن. ادي الجنكشن اهي، أول أتوم بعدها في عندي هنا 1 2 3 4، تلاتة منهم كاربونز وواحدة هيترو أتوم، يبقى الهيترو أتوم هي اللي بتكسب. خلينا نرقم، يبقى النيتروجين أخدت 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4، واتفقنا إني ما برقمش الجنكشن، بنط وأحط 5 6 7 8. وكان في حالة واحدة بس هي برقم فيها الجنكشن، لو كان فيها هيترو أتوم، أذروايز أنا ما رقمش الجنكشن. السينثيسيس بتاعهم حاجه اسمها السكراوبس سينثيسيس، عباره انك بتاخد الانيلين وتحط عليه جليسرول في وجود الريجنتس دي تدي لك الكينولين. يا ترى ده يتم ازاي؟ تعال نشوف مع بعض ازاي بيركب على بعضه. المفروض في السكراوب ان انت عندك الانيلين اهو، البنزين ديت هي البنزين بتاعت الكينولين وعليها النيتروجين اللي هيبقى راكب في البيريدين. المفروض ان انت بتحط عليه الجليسرول. الجليسرول عبارة عن 3 كاربونز كلهم شايلين OH. ادي الجليسرول بتاعي. اللي بيحصل ان الجليسرول في وجود الريجنز بتاعتي بيحصل له اوكسيديشن ويديني الاكريلالديهايد اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 كاربونز زي ما هما، بس من هنا الاثنين دول حطيت ما بينهم دبل بوند ودي حولتها الالديهيدك جروب.
المفروض ان انا عندي على النيتروجين لون بير اوف الكترونز، فبيحصل عندي ال 1-4 اديشن اللي هي المايكلز اديشن، يقوم عامل كده ويقوم فاتح لي كده. ايه اللي هيحصل؟ ان انا دلوقتي بقى عندي البنزينة اهي وعليها النيتروجين بتاعت الانيلين، وبقت ماسكه في CH2 اللي هي بقت سنجلي بوندد للسي اتش، وبعدين دبلي بوندد للسي عليها او اتش واتش. في هنا المفروض اتش مع الاو اتش دي تطلعوا في صوره ميه، بيحصل دي هايدريشن وسايكلايزيشن. يديك هنا ادي البنزين وادي البايريدين، بس لسه الدبل بوندز ما اتظبطتش. المفروض ان دوت في وجود الارزنيك بنتوكسايد اللي انت اوريدي بتحطه بيتعمل له اوكسيديشن ويديك الكينولين برضو اللي هو واحد من الريجنتس بتاعتك. ده كده ازاي سكراوب بتحصل. طيب اقدر استفيد بده ازاي؟ ان انا لو في عندي سبستيتيونس عايز احطها على الكينولين، اعرف احطها فين وعلى مين. هل احطها على الاكريلالديهايد مثلا ولا احطها على البنزين؟ انا لازم اشوف السبستيتيونس انا عايزاها فين واحطها في المكان الصح. بمعنى لو الكينولين بتاعك اللي انت بتحضره سبستيتيوتد في البنزين رينج، يبقى ابدا بالبوزيشن صح على البنزين بتاعت الانيلين. انما لو على البيريدين رينج، يبقى احطه هنا على الاكريلالديهايد. وعندي ابلكيشن على الكلام ده، تعال نشوف شكله عامل ازاي. المفروض ان انت عندك الانيلين اهو، وبتيجي تحط عليه السبستيتيوتد اكريلالديهايد، ادي اهو ودبلي بوندد سي اتش زي ما احنا متعودين، وبعدين سنجلي بوندد سي ودبل بوند او، بس بيجي يحط هنا ميثل. تعال نشوف الرياكشن تتم ازاي. اهو بتعمل اتاك كده، تعمل دي كده، تقوم فاتح دي كده، تلاقي نفسك لما تكمل قفلت الكينولين بتاعك. شوف الميثل دي ماسكه فين؟ في الكربون اللي هي دي، فيبقى هي ركبت هنا اهو. تعال لو انت عايز بقى على البنزين، ادي الامينو اهي، حط هنا مثلا حاجه زي الميثل، هتطلع لك على البنزين. وحط الاكريلالديهايد بتاعك او الجليسرول وهو يحصل له اوكسيديشن جوه الرياكشن وري ارينجمنت، ويديني المفروض ان نفس الاتاك هنا، تعمل دي كده، تفتح دي كده، يبقى بقى فيها عندك الكينولين اهو، بس عليه ميثيل في البوزيشن ده. اوكي، دي كده الابلكيشنز بتاعتك. انا وريتك ازاي ترتب الرياكشن بتاعك والبرودكت بتاعك. تعال نشوف الكلام ده. المفروض ان الابلكيشن بتاعت السكراوب انك انت تعرف تحضر اي كينولين، اي سبستيتيوت كينولين. عايز المثل هنا، اوكي. عايزها على البنزين، اوكي. شوف انت عايزها فين وحطها على المكان الصح. عندك هوم وورك هتسلمه، مش السكشن اللي جاي، السكشن اللي بعده عباره ان انت تجاوب لي السؤال ده. ده عباره عن السكراوب سينثيسيس بس بسبستيتيوتد انيلين. عايزاك ترص البرودكت وشوف هترص السبستيتيونس صح ولا غلط. بعد كده بنتكلم على الكيميكال بروبرتيز بتاعه الكومباوند بتاعنا اللي هو الكينولين، وانا بريحك واقول لك هتبقى ايدنتيكال للبايريدين في حاجات وايدنتيكال للنفتالين في حاجات تانية. يعني المفروض ان الكينولين عباره عن بايريدين رينج فيوز لبنزين. يعني هو ممكن اعتبره بايريدين ده من ناحيه، وفي نفس الوقت ممكن اعتبره نفتالين، وجوه النفتالين ده النيتروجين هنا قلنا اعتبرها كانها نيترو، يعني كانها الكترون ويدروينج جروب. الفكره دلوقتي عندك ان انت لما تيجي تعمل الريزونانس، عادي الريزونانس بتاعك زي ما هو ما بيختلفش. المفروض ان دي بتفتح وتحط لك باستيف هنا، وتقوم جايه دي عامله ريزونانس وحاطه لك الباستيف هنا. يبقى لو بتدخل نيوكليوفايل بتدخله فين؟ زي البايريدين بالظبط، على التو او على الفور، ما عنديش 6 في حاله الكينولين. طيب ولو بدخل الكتروفايل ادخله فين؟ قال لك والله هنا ارجع للنفتالين. النفتالين لما كنت بتيجي تعمل عليه الكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشنز، كان لو في الكترون ويدروينج جروب في الوان بوزيشن، كان الالكتروفايل يدخل في الفايف والايت بوزيشنز. ليه؟ عايزين نشوف السبب ان كيس كانوا ما عطوهولكمش في ال Fused ring systems، او لو عطوه لكم وانتم ناسينه. تعال نشوف الكلام ده مع بعض. مبدئيا احنا اتفقنا ان النيتروجين بتاعت الكينولين بتعتبر الكترون withdrawing group محطوطه في البوزيشن بتاعها. حلو قوي الكلام. يبقى المفروض ان انا عندي الكترون withdrawing group على الرينج ديت. جميل.
الالكترون withdrawing جروب شغلتها انها تسحب الكترونز، وانا عندي تو رينجز، دي فيها الكترون withdrawing ودي ما فيهاش، بالتالي مين اللي شايله بوزيتيف؟ اللي فيها الكترون withdrawing. مين بقى اللي فيها الكترونز اكتر؟ اللي ما فيهاش الكترون withdrawing. وهنا مبدئيا يبقى اتفقنا على مين اللي هيدخل عليها النيوكليوفايل ومين اللي هيدخل عليها الالكتروفايل. النيوكليوفايل هيدخل على الرينج اللي ناقصه الكترونز، بما ان هو نيوكليوفايل وعليه الكترونز يبقى بيدخل على الرينج اللي فيها الالكترون withdrawing. وشفنا الريزونانس وشفنا انه يدخل في التو والفور زي البايريدين بالظبط. طب تعالى بقى للالكتروفايل. مبدئيا هيتجنب الرينج اللي فيها الكترون withdrawing جروب، دي رينج ناقصها الكترونز، دي فيها الكترون withdrawing جروب، وهو اوريدي عايز الكترونز، ده الكتروفايل، يعني هو شايف بوزيتيف مش مستحمل حد لسه كمان يقول له انا كمان مزنوق، لا هو عايز حد معاه الكترونز. فيبقى هو مبدئيا هيتوجه للرينج دي. الرينج دي فيها كام بوزيشن؟ فيها تو بوزيشنز. البوزيشن ده اللي هو ده، ما يفرقوش عن بعض كتير، ال5 وال8 زي بعض، والبوزيشن ده اللي هو ده اللي هما ال6 وال7، ما بيفرقوش عن بعض في الالكترونيك انفايرمنت وفي الكلام بتاعهم كتير، بيتعاملوا نفس المعامله. انا قلت لك ان هو هيدخل فين؟ هيدخل في ال5 وال8. تعالى نشوف لو دخلناه مره في ال5 ومره في ال6، مره بقى دخله في البوزيشن اللي انا بقول لك انه مش هيدخل فيه عشان اشوف ايه سبب انه ما بيدخلش فيه. تعالى ندخله مره في ال5 ومره في ال6 ونشوف ايه اللي هيحصل كل مره. تعالى نشوف الاول ال5، ادي الرينج دي ماليش دعوه بيها، وجيت انا دخلت في ال5، ادي الالكتروفايل وادي الهيدروجين، والمفروض ان البوند الدبل بوند اتفتحت وبقى فيه بوزيتيف تشارج على الكربون دي. تعالى نعمل لها ستابيلايزيشن، ادي اول ستابيلايزيشن اهو، وادي البوزيتيف تشارج. وبعد كده بقيه الرينج الثانيه هتساعد، طبعا ده ملناش دعوه بيه، ده هيتساوى في الاثنين، في الحالتين الرينج الثانيه بتدخل مفيش مشكله. تعالى دخله بقى على ال6، دخلت الالكتروفايل هنا وهنا، والبوزيتيف طبيعي اتحطت هنا، دبل بوند هنا. اول مساعده فين؟ جايه لي من الرينج الثانيه. طيب يبقى في الحالتين عدد الكانونيكال ستراكشرز واحد، اللي هو ايه؟ اللي هو الدبل بوند دي والدبل بوند دي والدبل بوند دي والدبل بوند دي، الاربعه دبل بوندز هيساعدوا. هنا نفس الكلام، دي ودي ودي ودي، انت اصلا عندك كونجوجيشن، عندك ريزونانس عادي، هيمشي الريزونانس عادي جدا. بس في فرق ما بين ده وده. هنا قبل ما ادخل الجيران اللي هي الرينج الثانيه، انا كنت اوريدي اخويا ساعدني واكتفيت ذاتيا الى حد ما، انما هنا اول مساعده جات لي من الجيران. اكيد انا افضل ان نلم مشاكلنا ونلم فضايحنا جوه بيتنا، ما هو انا افضل ان اخويا هو اللي يساعدني في الاول، يمكن ربنا يسهل وما نحتاجش نلجا للجيران، وربنا يسهل والموضوع يخلص على كده، والرينج ترجع تقفل تاني والرياكشن ما تطولش، ما تاخدش وقت كتير، الترانزيشن ده ما ياخدش مني وقت كتير وما الحقش الجا للجيران. يعني انا بطول الفتره شويه اللي انا بلم مشاكلي فيها جوه بيتي، يمكن الحق احل المشكله قبل ما الجا للجيران. انما هنا انا لجأت للجار اول حاجه، اخويا ما عرفش يساعدني، اخويا بعيد، البوزيتيف بعيد قوي عن الدبل بوند، اخويا بعيد، فانا لجأت للجار الاول، يعني ما حطيتش نفسي حتى احتمال او فرصه ان يمكن المشكله تتحل قبل ما الجأ للجار، بالتالي اكيد ده افضل. وعشان كده الالكتروفايل يدخل على ال5 وال8. لو رسمت ال8 هتلاقيها بتعمل نفس الموضوع، لو رسمت بقى هنا ال7 هتلاقيه بيعمل نفس الموضوع زي ال6، فهي بتدخل على ال5 وال8 بوزيشنز. تعالى نشوف الكلام دوت على السلايدز المنظمة. قلنا الالكتروفايل يدخل في الفايف والايت، والنيوكليوفايل يدخل على التو والفور بتوع البايريدين رينج. وشفنا الريزونانس اللي بيحط لي البوزيتيف على التو والفور، وشفنا لو دخلنا في الفايف قلنا باخد اول ريزونيتنج ستراكشر قبل ما اكسر البنزينايد ستراكشر بتاع البايريدين، انما لو دخلت في السكس اول مساعدة جايه لي من البنزينايد اللي هو الجار، فبكسر البنزينايد ستراكشر قبل ما اتعامل مع الدبل بوند دي. دي اخر حد هيساعد عبال ما يلف الرينج كلها وبعدين يوصل لها تقوم هي جايه مساعده. دي مجرد اكزامبلز لالكتروفايلز ونيوكليوفايلز، زي ما احنا تعودنا في البايريدين السلفونيشن شغاله، النيتريشن شغاله، الهالوجينيشن غير لويس اسيد شغاله. طبعا فريدل كرافت قلنا مستحيله علشان مشكله اللون بير اوف الكترونز، خلي بالك ان الكينولين زي البايريدين بالظبط، اللون بير اوف الكترونز بتاعتها على النيتروجين، مش داخله جوه الرينج، هي عباره عن بايريدين فيوزد مع بنزين. كل اللي اتقال على البايريدين منطبق عليها هنا. واتفقنا ان احنا بنحلها ازاي؟ اتفقنا ان احنا بنحلها بان انا بدخل الالكتروفايل، سوري النيوكليوفايل، واقوم احولاه
للالكتروفايل اللي انا عايزاه بتشيتشيبابن والسنمير والحاجات دي كلها، او ان انا بتعامل مع الانوكسايد اللي بيساعدني كتير. هنا الانوكسايد هيعمل نفس اللي عمله في البايريدين. في البايريدين الانوكسايد عمل ايه؟ خلى الالكتروفايل، ما تقولش بقى يدخل في التو والفور والسكس، مش هو ده اللي انا بقوله، خلى الالكتروفايل يدخل في اماكن النيوكليوفايل، اماكن دخول النيوكليوفايل. هنا هيحصل نفس الموضوع، الانوكسايد هيخلي لك الالكتروفايل يدخل في نفس اماكن دخول النيوكليوفايل. واحنا هناخد الديريفيتيفز نفس الديريفيتيفز اللي اخدناها هناك، هتاخد الميثيل ديريفيتيفز، الكلورو ديريفيتيفز والانوكسايد ديريفيتيفز، وهنشوفهم هتلاقي نفس طريقه التحضير ونفس الرياكشنز بتاعتهم، مش هتفرق كتير. ناخد اكزامبلز للنيوكليوفايلز كمان. هيبقى عندي مبدئيا تشيتشيبابن او هيدروكسايد هيدروكسيل جروب او الكايد جروب، وكلهم يدخلوا في التو والفور. في رياكشن واحدة بس إضافية زيادة عن البايريدين دي بتفكر أفكرك بيه اللي أنا قلته واللي المفروض إن هو اتقال لك أثناء الأروماتيستي. قلت لك إيه؟ قلت لك أي أروماتيك رينج أنا برسم أهو، أي أروماتيك رينج ماسكة في تشين بس أول حاجة فيها كربون، لو أنا حطيت عليها بوتاسيوم برمنجنيت النتيجة النهائية بتاعتي إن الرينج أي التشين دي بتتكسر، أيا كان اللي هنا لو عفاريت حتى ماليش دعوة بيها بتتكسر، والسي دي تتحول لكربوكسيليك جروب. طيب تعال نشوف بالنسبة للكينولين الكلام ده يتطبق ازاي. في حالة الكينولين ادي البنزينة اهي وماسكة فيها البيريدين رينج اهي. البوتاسيوم برمنجنيت بيدور على ايه؟ بيدور على اروماتيك رينج ماسكة فيها كربون. يجي يبص من هنا يلاقي الكربون موجودة، جميل، بس من هنا مفيش كربون، اللي ماسك من هنا كربون فما يعرفش يدخل هنا. طب يجي يبص هنا ادي الاروماتيك رينج الجديده اللي هي بقى البايريدين، ويجي يبص من هنا يلاقي كربون ومن هنا يلاقي كربون، يقوم البوتاسيوم برمنجنيت كاسر هنا كده اعطي لي اثنين كربوكسيليك جروبس، يبقى اداني البايريدين وماسك فيه من هنا كربوكسيليك مكان الكربون بتاعت البنزين، وكربوكسيليك ثانيه مكان الكربون بتاعت البنزين. الكلام دوت هعيده ثاني، الموضوع كله اللي مطلوب فيه اروماتيك رينج بغض النظر ايه هي الاروماتيك رينج، مش لازم بنزين، بنزين بايريدين هباب ايا كان اللي ماسك في البنزين اللي جوه البنزين دي اللي جوه الاروماتيك ديت، مش ده موضوعي، ويمسك فيها عفاريت، انا هرسم شخبطه اهي، عفاريت قرود ما يفرقش معايا بس اول اتوم فيهم كربون، لو حطيت على ده بوتاسيوم برمنجنيت بتتكسر التشين ويديني كربوكسيليك اسيد. بعد كده باخد الديريفيتيفز بتاعت الكينولين اللي هو الكينولين انوكسايد، اتفقنا هناخد الانوكسايد. كان بيتعمل ازاي الانوكسايد؟ زي ما اتفقنا بتاخد بير، عندك الكينولين شخصيا اهو، هتاخد له البير اوكسايد سواء بير بنزويك اسيد او اي بير اوكسايد، يدي لك الان اوكسايد. حلو قوي الكلام، قلنا هنا دي شايله الماينس ودي شايله البلس، وقلنا ده يقدر يعمل ريزونانس كده للرينج وفي نفس الوقت يقدر ياخد لبره. وقلنا افكه ازاي؟ قلنا بالفوسفورس تراي كلورايد، وقلنا بيدخل لي ميزه ده ان هو الالكتروفايل والنيوكليوفايل الاثنين هيدخلوا في نفس البوزيشنز اللي هي ايه هي؟ التو والفور بوزيشنز. بعد كده عندي الميثل برضو نفس الكلام زي البايريدين بالظبط، الميثل بتاعي لو في التو او في الفور المفروض ان الهيدروجين اللي عليه از اسيدك فانا اقدر اشيله واحط نيجاتيف تشارج واعمل اتاك على الالديهايدز اللي تعجبني، واقوم عامله الالدول كوندنسيشن بتاعتي. ايه الاوبشن الثاني؟ ان انا ممكن اعمل له اوكسيديشن واوصله للكربوكسيليك اسيد. ممكن برضو تاخده تعمل له اوكسيديشن وتوصله للكربوكسيليك اسيد. طب والكلورو نفس الكلام، لو في التو او في الفور بوزيشن اتفقنا ان ديت بوزيشنز شايله بوزيتيف، وكمان الكلورو الكترون ثروينج، يبقى اي نيوكليوفايل يقدر يعمل لها نيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن. انا قلت لك الكينولين والايزوكينولين كوبي من البايريدين مع اختلافات طفيفه جدا. نيجي نشوف الكلام ده على السلايدز المنظمة، اهو زي ما قلت لك عندك الكينولين بالبير بنزويك اسيد حولته للانوكسايد، وتقدر تخلص من الانوكسايد دي اتفقنا بالفوسفورس ترايهالايد. في الحالتين الالكتروفايل والنيوكليوفايل يدخلوا في التو والفور بوزيشنز. قلنا الميثيل كينولين ممكن تعمل له اوكسيديشن تدي لك الكربوكسيليك
والهيت باي هيت ممكن تعمل ديكربوكسيليشن لو عايز، وممكن تعمل منه الدول، والكلورو زي ما اتفقنا تقدر تعمل له ريبليسمنت باي نيوكليوفايل، مش لازم الصوديوم ايثوكسايد، اي نيوكليوفايل. يعني ايه نيوكليوفايل؟ يعني حاجه شايله نيجاتيف او بارتشر نيجاتيف او لون بير اوف الكترونز. بعد كده الديريفيتيف الثاني اللي هنتكلم عليه اللي هو الايزوكينولين، ده هو الكينولين بس انا نقلت النيتروجين 1 بوزيشن، يعني بعد ما كانت هنا انا نقلتها هنا، فبالتالي ده اصبح البنزو بس السي بقى دلوقتي، ادي A وادي B وادي C، بنزو سي بايريدين او بنزو سي ازين. احضره ده ازاي؟ ده بسيطه، يا اما تكسر هنا ويبقى تركب تاخد بنزين عليها سي وبعدين امين تركب عليها 2 كاربونز وده صعب جدا، يا اما اكسر هنا خد البنزين عليها 2 كاربونز وبعدين الامين وركب عليها سي واحده بس. بيتم بقى ده من خلال بيشلر نابرالسكي ازاي؟ قال لك خد البنزينه اهي عليها ادي CH2 وCH2 والامين، مش هو انت عندك كده ادي بنزينه اهي وبعدين كربونايه 2 ونيتروجين، حلو قوي، ونحط عليهم ان هو كربونيل كومباوند، بيستخدم الاسيد كلورايد ويركب عليها اي حاجه ما تفرقش معاه. ايه اللي هيحصل؟ كوندنسيشن ما بين الاثنين هيدروجين والاكسجين ويديني المنظر كده، ادي دي اهي وبعدين ادي CH2 وادي CH2 وادي الN، وركبت هنا الكربون بتاعه الكربونيل وعليها الR. طبعا في الاول بيبقى فيه برودكت انترميديت وبعدين بيحصل له ري ارينجمنت واكسيديشن ويديني او ريدكشن ويديني الايزوكينولين بتاعي. الR دي هي اللي موجوده على الاسيد هالايد. تعال نشوف الكلام ده ازاي على السلايد المنظمه، ادي عندي السلايد المنظمه اهي، ادي البنزين عليها 2 كاربونز والامين وبحط عليها الاسيد كلورايد بتاعي في وجود الريجنتس اللي بتظبط لي الكونديشنز بتاعتي عشان تطلع لي في الاخر الايزوكينولين. اتفقنا ايا كان اللي على الالكايل سوري الاسايل هالايد بتاعك، الكربونيل هالايد بتاعك، ايا كان اللي عليها هو اللي هيجي في الوان بوزيشن. اجيب ده منين؟ ده لو جينا نرجع بظهرنا، تعالى كده نرجع بظهرنا، المفروض ان انت كان عندك بنزين وعليها CH2 وبعدين CH2 امينو اللي موجوده دي كانت ساينو وعملت لها ريدكشن، دي اسهل طريقه تجيب بيها كربون وجنبها امين، يبقى عملت لها ريدكشن. طب الساينو دخلها منين؟ والله الساينو كان ممكن تكون كانت CH2 وهالوجين وعملت لها ريبليسمنت بوتاسيوم سيانايد. طب واجيب الكلورايد منين؟ بسيطه، كان ممكن تكون CH2OH اللي هو البنزايل الكول ورحت حاطط عليه اي هالوجينيتنج ايجنت. طب البنزايل الكول اجيبه منين؟ والله كان ممكن يكون كان الديهايد وعملت له ريدكشن. يعني انت ممكن تبدا من البنزايل الكول، ممكن تبدا من البنزالديهايد، ممكن تبدا من البنزويك اسيد، مش هتفرق، ايا كان اللي هتبدا بيه هنا الكربونيل هتعمل له ريدكشن توصل للالكول. بعد ما توصل للالكول اعمل هالوجينيشن اوصل للاسيد هالايد، بعدين حط السيانايد وبعدين اعمل ريدكشن للسيانايد. ادي رجعت لك لورا خالص بالبيشلر نابيرالسكي ومعلمتك ازاي تحضر. الابلكيشن بتاعها انك ازاي لما تشوف الستارتنج ماتيريالز تعرف تركب السبستيتوينتس اللي موجوده عندك على الرينج. مبدئيا انت هتاخد هتبص في الكومباوندز اللي عندك، بتدور على في عندك كومباوند في بنزين مفصول عن امين باتنين سي اتشز يبقى هو ده اهو، ده حلو قوي، وكومباوند تاني فيه كربونيل اسيد هالايد اهو، المفروض ان انا باخد دي اركبها هنا اهو على دي وارتب ارص الستراكشرز زي ما هي. تعالى نرسم الستراكشر الاولاني اهو، انا برسمه معاك رغم انه مرسوم، دي انا ما باجيش جنبها، الحاجات دي موجوده في اماكنها زي ما هي اهي، وادي هنا سي اتش 2 وبعدها سي اتش 2 وبعدها النيتروجين، والمفروض ان انا جيت ركبت الكربونيل دي الكربون دي. جميل، الكربون دي كانت ماسكه في ايه؟ في سي اتش 2 وبعد السي اتش 2 في بنزين. بص معايا كده، انت بتاخد الكربونيل دي اللي ماسكه في الهالوجين كانت ماسكه في CH2 وبعد CH2 في بنزين، على البنزين بتفوت كان 1 كربون وتحط ميثوكسي وبعدها على طول ميثوكسي، يبقى تعالى على البنزين ديت بفوت 1 كربون وبعدين بحط ميثوكسي وميثوكسي، تعالى نركبهم، ادي ميثوكسي وادي ميثوكسي، يبقى هو ده الستراكشر اللي بيطلع. انا كده علمتك ازاي ترصه مهما حطيت لك من سبستيتوينتس على الرينجز، تعرف ازاي تطلع البرودكت بتاعك. بعد كده بنتكلم على الرياكشنز بتاعتهم، والرياكشنز زيها زي الكينولين والبايريدين والنفتالين مع اختلاف واحد، هنبقى زي بقى النفتالين فيه.
في النفتالين كان بيقول لك لما تيجي تعمل electrophilic substitution reaction، ونفس الكلام كان في الكينولين، سيب الرينج اللي عليها الالكترون withdrawing جروب اللي هي النيتروجين وادخل في الفايف والايت بوزيشنز، بما انها الرينج اللي عليها الكترونز دي مسحوبه منها الالكترونز مع الالكترون withdrawing جروب. ده كده بالنسبه للالكتروفايل. طب بالنسبه للنيوكليوفايل يدخل فين؟ في النفتالين قال لك، في النفتالين كان قايل لك لو عندك النفتالين وعليه النيترو جروب في التو بوزيشن بدل ما تبقى على الوان بوزيشن، النيوكليوفايل يدخل هنا. مبدئيا احنا عايزين النيوكليوفايل يدخل على الرينج اللي عليها الالكترون withdrawing جروب، واتفقنا ان البايريدين زيه زي النيترو بنزين بالظبط، بس كل الموضوع انك نقلت الامين الناحيه دي، النيتروجين الناحيه دي. كان بيقول لك النيوكليوفايل هيدخل فين؟ هيدخل في الوان بوزيشن، وده منطقي، ما هو ده الاورثو للالكترون withdrawing جروب بتاعتي. كان ممكن يدخل كمان في الثري بوزيشن بس ده ما بيحصلش، ما يقدرش يدخل هنا، هو بيدخل في الوان بوزيشن. تعال نشوف الكلام ده. ادي عندك الايزوكينولين لما تيجي تحط عليه التشيتشيبابين او اللي هي السودامايد او النيوكليوفايل بتاعك ايا كان، هيدخل في الوان بوزيشن، وادي الريزونانس بتاعك اهو. قلنا الثري بوزيشن بلوكت ما بينفعش. تعال بقى نفكر في الاكسيديشن بتاعته. عندك ادي الاروماتيك رينج وادي اروماتيك رينج. بالنسبه للاروماتيك رينج ديت من هنا في كربون ومن هنا في كربون. طب بالنسبه للرينج اللي فيها النيتروجين اللي ماسك فيها برضو من هنا في كربون ومن هنا في كربون. بالتالي لما حاجه احط البوتاسيوم برمنجنيت ايه اللي هيحصل؟ هكسر هنا مره وهكسر هنا مره وبطلع بميكستشر اوف برودكت. لما اكسر هنا يديني الفيثاليك اسيد، ولما اكسر هنا هيديني البايريدين عليه في ال 3 وال 4 بوزيشنز كاربوكسيليك جروبس اللي هو بنقول عليه ايه؟ السينكو ميرونيك اسيد. لو انا جيت عملت له دي كاربوكسيليشن باي هيت يديني النيكوتينيك، اللي في الفور تمشي لكن اللي في الثري بتبقى لس ايزي تو دي كاربوكسيليت. الثري بوزيشن مش رياكتيف عاده، عشان اقدر اتعامل مع حاجه في الثري بوزيشن بحتاج دراستيك كونديشنز. بالتالي لما يبقى قدامه الفور والثري هيختار انه يعمل دي كاربوكسيليشن من الفور. الدريفت ستاتو هي هياها، الانوكسايد بتجاب البيروكسايد وتفك بالفوسفورس تراي هالايد ويخلي لي الالكتروفايل يدخل في نفس البوزيشن بتاع النيوكليوفايل، يعني يدخل في الوان بوزيشن. الكلورو نيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن، الميثيل الالدول كوندنسيشن عادي خالص مفيش اي حاجه. اتفقنا اهو ان الانوكسايد هيخلي لي بوث النيوكليوفايل والالكتروفايل يدخلوا في نفس البوزيشن اللي هو البوزيشن بتاع النيوكليوفايل اللي هو الوان بوزيشن. كده خلصنا كلام على الهيتروسايكليك ستراكشرز اللي فيها 1 هيترو اتوم، السنجل نيوكليوس والفيوزد مع البنزين. بعد كده بنتكلم على اللي فيهم 2 هيترو اتومز. كان في عندنا الاكزامبلز لو الاثنين هيترو اتومز لازقين في بعض يبقى البايريدازين، لو مفصولين بوان كربون كان البايريميدين، لو مفصولين بتو كربونز يعني في الوان فور بوزيشن يعني على ستريت لاين من بعض كان البايرازين، وكان في اللي هو الفولي ساتوريتد اللي هو البيبرازين. انا هتكلم بس على البايريميدين اللي هو بينهم 1 كربون. تعال نعمل له سينثيسيس. فكر كده لو حبيت تعمل سينثيسيس للبايريميدين تعملها ازاي. المفروض ان انت ممكن تكسر هنا، وده اسهل حاجه ممكن تعمل. المويه دي عباره عن ايه؟ دي اليوريا، ما هو ان وبعدين كربون وبعدين ان، ده اليوريا. لو حطيت بس هنا دبل بوند او بقت اليوريا، يبقى انا ممكن افعل اليوريا هنا اهوت مع ايه؟ مع الناحيه الثانيه محتاجه 1 2 3 كاربونز، ومحتاجه يكون في كربون 1 وكربون 3 حاجه تبقى رياكتيف مع الامينز. ممكن اعمل لها كوندنسيشن مع الامينز، بستخدم ايه؟ الاكتيف ميثيلين كومباوندز. تعال نشوف الكلام ده يتم ازاي. لو انا جبت حاجه اكتيف ميثيلين يبقى دي عندي CH2 وبعدين C دبل بوند O، نقول مثلا O ethyl و C دبل بوند O O ethyl، او كان ممكن مثلا ال OH نفسها. لما هتيجي تحط عليها اليوريا، ادي اليوريا بتاعتك، المفروض ان هنا يطلع ايثانول وهنا يطلع ايثانول ويركب لك الاستراكشر. تعال ارسمه معايا. دي اعتبرها الاكتيف ميثيلين اهي، جنبها من هنا كربونيل ومن هنا كربونيل اهي، ديت وديت. تعال اشوف كده معاك الاستراكشر، ادي الاكتيف ميثيلين اعتبرتها دي، وجيت حطيت من هنا كربونيل وكربونيل، ادي الكربونيل وادي الكربونيل، وبعدين ان هنا وN هنا اللي ماسكه في الكربونيل، والدبل بوند O بتاعت اليوريا. تعال نركب الكلام ده، يبقى أنا عندي هنا كمان N وهنا N
والدبل بوند او بتاعت اليوريا. ده كده قريب جدا من اللي انا عايزاه. انا ناقص لي ان الدبل بوند اوز دي تروح واركب اروماتيك رينج هنا. لاحظ ان في حاجه اسمها توتوميريزم هنا اهو. ده كده بيعمل كده وتقوم دي فاتحه كده، وده يعمل كده وتقوم دي فاتحه كده. تعال نشوف الاستراكشر ده بيمشي ازاي. وبرده هنا في اتش يعمل كده تقوم دي فاتحه كده. يبقى ده يديك البايريميدين اللي انت عايزه اهو، والدبل بوند موجوده اهي، بس في او اتشز هنا وهنا وهنا. ناقص لي اشيل الاو اتشز ديت، بنحولها لهالوجينز وبعدين نشيلها بزينك داست. تعال نشوف الكلام ده. المفروض زي ما اتفقنا ان انت عندك الاكتيف ميثيلين كومباوند ايا كان اللي هتستخدمه، واليوريا بتاعتك اهي، بتستخدم اي بيز عشان يسحب الميه اللي هتطلع او الايثانول اللي هيطلع او ايا كان، بتحط الريجنت هنا يسحبه او ما تحطش ما تفرقش معايا، مش هتفرق معايا لو حطيت لي هنا حاجه ولا لا. يقوم عرطيلك الدبل بوند او، قفل البايريميدين بس بقت كلها دبل بوند اوز، وهنا ده اتنين هيدروجين وما فيهاش اي دبل بوندز جواها، مش اروماتيك خالص، كلها كربونيلز وبس. ده خلي بالك اسمه الباربيتيوريك اسيد. ايه الباربيتيوريك اسيد ده؟ ده من اهم الباربيتيوريتس، دي كلاس كبير جدا ومن اهم الكلاسز اللي موجوده عندنا، دي السيداتيفز. لما بحب انيم انسان، اما بحب ادخل انسان في حاله من الهدوء قبل انستيزيا، او هو مثلا جاله مرض نفسي هايج عايزه انيمه وعايزه اهديه، من اهم الكلاسز المستخدمه في السيديشن اللي هو التنويم، التنييم السيديشن، هي الباربيتيوريتس. ادي الاستراكشر بتاعه، وده بيوريني ان الكلاس ده مهم جدا في الدراج سينثيسيس. اتفقنا ان هو منه لنفسه موجود شويه في الفورم ده وشويه في الفورم دوت، نتيجه للتوتوميريزم. الهيدروجين ده مع ده يدي توتومر، ويدي اينول سوري كيتو اينول فورم، وهنا كيتو اينول فورم، وده مع ده يدي كيتو اينول فورم. قلنا بعد كده بحول الاو اتشز كلها الهالوجينز، وبعدين زينك داست بطلعهم. لو عايز اعمل رياكشنز عندي الالكتروفيليك والنيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشنز، بيتعملوا ازاي؟ يدخل فين؟ والله يعتبر ان ده عباره عن بايريدين بس في نيتروجينيه زياده. طيب البايريدين لما كنت بتدخل الكتروفايل كنت بتدخله فين؟ في ال3 وال5. ال3 مقفول يبقى ادخله في ال5، ولما كنت بتدخل نيوكليوفايل كنت بدخله فين؟ في ال2 وال4 وال6. خلاص دخله في ال2 وال4 وال6. انا كده على فكره خلاص خلصت، هعلمك الباربيتيوريتس ازاي كمان، هدي لك تو اكزامبلز على الباربيتيوريتس وخلاص كده. يبقى انا لو جيت عملت الرياكشن اتفقنا ان هو اعتبره كانه بايريدين. ادي البايريدين بتاعي اهو، الالكتروفايل بيدخل هنا وهنا، ده كده الالكتروفايل، والنيوكليوفايل بيدخل هنا وهنا وهنا، ده كده النيوكليوفايل. الكلام هو هو، بس كل الفرق اني انا جيت حطيت في البوزيشن ده نيتروجين فقفلته على دي بس خلاص. وخلي بالك كمان البوزيشن ده صعب شويه، الاسهل التو اذر بوزيشنز علشان الستيريك هيندرنس. الاثنين نيتروجين دول بيبقوا قافلين شويه البوزيشن ده، بس ما فيش مانع انك تحط فيه سبستيتيونت عادي، بس الافضل هنا وهنا. تعال نشوف الكلام ده. ادي لو عملت الكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشنز المفروض ان هي تدخل على يا ال3 يا ال5. بما ان ال3 مقفول بالنيتروجين الثانيه يبقى هي هتدخل على ال5 بوزيشن، والنيوكليوفايل زي ما اتفقنا 2 او 4 او 6 مش هتفرق زي بالظبط البايريدين. الديريفيتيفز بتاعته زي البايريدين بالظبط، الديريفيتيف السبستيتيوانت لو في ال4 او في ال2 او في ال6 بتبقى رياكتيف، ال5 بيبقى لاس رياكتيف، الرياكتيفيتي بتاعته واطيه قوي قوي قوي. لو مثل هتعمل الالدول زيها زي البايريدين بالظبط ولا تفرق اي حاجه. لو هالوجين نيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن، لو كاربوكسيليك جروب هتعمل لاس باي هيت، بس بفكرك ان ال5 بوزيشن مش رياكتيف للدرجه. اخر حاجه عندي خالص اللي هي الباربيتالز او الباربيتيوريتس. اتفقنا ان الباربيتيوريك اسيد كان شكله عامل ازاي، كان شكله عامل كده، ادي ان وادي ان، وكان في هنا دبل بوند او وهنا دبل بوند او وهنا اتش وهنا اتش وهنا دبل بوند او. ده الباربيتيوريك اسيد شخصيا. في منه بقى ديريفتيف طلعت بيقولوا عليها الباربيتال، شال الاثنين اتش اللي هنا وحط اثنين اثل مكانها، او فينو باربيتال خلى واحده منهم فينل والثانيه اثل. اللعبة كلها هي هي، اليوريا بتاعتك زي ما هي، والاكتيف ميثيلين زي ما هو. طيب امال انا هعمل ايه؟ الفرق هيبقى في ايه؟
الفرق في الاثنين هيدروجين، لو سبتهم هيبقى الباربيتال الباربيتوريك اسيد، لو شلتهم وحطيت بدات باثل واثل هيبقى الباربيتال. طب ولو بدات بفينل واثل بقى الفينو باربيتال بس، وتركب عليه عادي خالص اللي انت بتركبه زي ما انت متعود في البايريميدينز. تعال نشوف الكلام ده. ادي عندي الباربيتال اللي هو عبارة عن الباربيتوريك اسيد بس داي اثل هنا هوت في الفايف بوزيشن، او الفينو باربيتال اللي هو اثل وفينل، هي نفس الرياكشن بالظبط بس انا بلعب في الارات اللي على الاكتيف ميثيلين، بدل ما تبقى اتشز احط الارات اللي انا عايزاها مع اليوريا بتاعي في وجود البيز يفرق يطلع لي الباربيتوريت اللي انا عايزاه، سواء الباربيتوريك اسيد او الباربيتال او الفينو باربيتال. ودي كومباوندز وستراكشرز مهمه جدا لدراجز موجوده في السوق اللي هي الباربيتوريتس فاميلي، ودول سيداتيفز وهيبنوتكس، حاجات تهدي وتنيم الناس اللي في هياج عصبي او محتاجين اي حاجه تنيمهم، وساعات ما فيش هياج عصبي ولا حاجه، ساعات قبل الانستيزيا يدوا هيبنوتك عشان الانسان يبقى مستعد لتلقي المخدر اللي هياخده. كده احنا خلصنا الـ6 ممبرد كلها، وان شاء الله الفيديو الاخير بتاع المره الجايه هنتكلم فيه على الـ5 ممبرد، هيبقى فيديو قصير وسريع ان شاء الله، ونبقى كده خلصنا الـ heterocyclic compounds.